لما تعلم ديما نرجع لها، كي تعرف اللي في تونس فيها كارثه محيط، عندك 25% من التوانسه يعيشون تحت سقف الفقر، معناتها بدينار في النهار، وقدامك واحد مكراش يعيشوا في قصر معناتها نتاع فراعنه. داير واحد يتساءل برس امك علاش ما يسكروش؟ هو بركه بور لو مانتونير شاك جور دار فيه يزو 1 مليون دينار. هذا القصر القرفاش. معناتها سافو لا بان انه نحلوه يبقى محلول هذا. معناتها كيس كيفوت لبا ياكلوا وياخروا، قال لك عندهم 100 نحاس. معناتها الزوكي هذا عنده 100 ترمى. معناتها ولا قال لك عنده ما عرفش قديش من كوجينه، قديش شو الحكايه هذه، قديش من فريش. ينتمي لليسار في الاصل المرزوق. عمره ما انتمى، قومي مزمر. شو ندخلوا في اليسار؟ ولا يمت بصيله الى اليسار. ويكره اليسار. مش كنتوا صحاب؟ يا ولدي ما كنتش صحاب، كنت نسخف عليه. كنت جيتي سان بروتيكتور. كي يجوا يدور عليه ولا يطردوه نرجع. وكي تاع الديبرسيون نكتب عليه في لوموند. جو نو سي با، شو نحكي معاك؟ على السينما ما يمشيش السينما، على الكتب ما يقراش الكتب، على المسرح ما يمشيش للمسرح، على النساء ما يحبش النساء.